تعالى فعلا نروح لمدينة نصر، لأن كان برضو مدينة نصر شهدت أنا في رأيي برضو طفرة كبيرة جدا، ويعني الخدمات اللي اتقدمت هناك. وخلينا نتكلم على جزئية مهمة جدا كانت قلقة الناس، عملية الباركينج. البارك كان صعب جدا، وعملية الجراج ده كان من مطالب الجمعية العمومية هناك في مدينة نصر. إيه الإنشاءات المميزة اللي تمت في فرع مدينة نصر لغاية دلوقتي؟ انت اللي كنت مسؤول عن الجراج، لا المسؤول الاول عن جراج مدينه نصر، عايزين على الركبه بتاعتك بالظبط. لا احنا لسه الجراج ده بيبدا، يعني ان شاء الله يعني الجراج ده بيبتدي. احنا في مدينه نصر برضو خلينا نقول ان في انجازات برضو تمت قويه جدا في مدينه نصر، من في الحته الانشائيه، من منطقه المطاعم اللي اتعملت جوه في النادي، في الفود كورت جديد بالكامل اتعمل 12 مطعم على اعلى مستوى، اتعملوا حاجه كواليتي عالي جدا. منطقه ترفيهيه برضو اللي اتعملت بشكل كويس جدا. الموضوع الاسوار والبوابات احنا اتكلمنا فيه، مظبوط حتى الاسوار برضو احنا يعني برضو داخل فيها عمليه الماركتنج انها هتتسوق طبعا. طبعا كل ده لازم ده انت هتستغل الكلام ده كله، خاصه انت في منطقه كمان حتى الاسوار اللي على طريق النصر دلوقتي شغالين فيها دلوقتي، وهتتعمل حاجه محترمه جدا يعني. حلو قوي ويعني شغالين برضو في نفس الوقت كده زي ما سهام بتقول في موضوع الجراج. يعني احنا خلصنا يعني الحاجات اللي بحكيها دي حاجات خلصت، يمكن اللي شغال دلوقتي موضوع الاسوار اللي في طريق النصر ده اللي شغالين فيه حاليا مع الجراج. الجراج ده طبعا كان طول الوقت هو مطلب يعني من زمان طبعا مدينه نصر. بصراحه انا برضو حابب يعني اسني برضو في احنا بنشوف اللقطات دي مستشار الهندسي للنادي الاهلي مهندس سامح علي كامل. راجل بصراحه يعني هو اللي يعني بيتابع وبيشرف على ملف الانشاءات دي كلها من مجلس الاداره وفي الفروع المختلفه للنادي. عنده طبعا يعني فريق عمل بيتابع، حد في الجزيره، حد في مدينه نصر، حد في الشيخ زايد. فاحنا بنجري في كل حته في نفس الوقت، لان احنا الحمد لله منظمين العمليه دي. مجلس الاداره منظمها بشكل ان احنا شغالين كله في توقيت واحد. فده برضو انا حابب استغل الفرصه دي ان انا اشكره يعني على مجهوداته معانا الفتره اللي فاتت دي في كل الملفات الانشائيه. على المستوى ثلاث فروع يا دكتور، طبعا يعني هو مستشار هندسي مجلس الاداره. انا في ملف الجراج انا متولي مكلف من المجلس، ومعايا المستشار سامح علي كامل في اللجنه، في والعميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي. فدي اللجنه اللي هي قائمه على متابعه الملف الجراج. عندنا الحمد لله قدرنا يعني ناخد موافقات على 30,000 متر او 33,000 متر بالظبط، اللي هي المنطقه اللي كانت ورا عند حمام السباحه، في ورا صاله حمام السباحه، مجمع حمام السباحه. دي كانت العاب منطقه كانت العاب القوه، وكان فيها ملعب خماسي. فاحنا عملنا بلان ان احنا هننقل بس ملعب الخماسي دي للمنطقه الرياضيه اللي ورا، اللي عند الملاعب الطايره واليد. عملتوا ملاعب الاكاديميه كمان دلوقتي بالظبط. ما اللي عايز اقوله بقى اوضحه برضو لاعضاء مدينه نصر، ان احنا على طول خلاص يعني الملاعب دي شغاله من امبارح. يعني خدنا ملعب كبير من الملاعب الاكاديميه، اللي هي برضو جزء من الانشاءات اللي تمت واتطورت في مدينه نصر. خدنا ملعب كبير واتقسم ثلاث ملاعب، زي بالظبط ما كان في ثلاث ملاعب للخماسي، والثلاث ملاعب دول جاهزين الاعضاء يستخدموهم في اي وقت لحد ما يتم نقل الملاعب الخماسي دي للمنطقه اللي هي هتبقى هنعملها بقى منطقه رياضيه كامله، اللي هي فيها اليد فيها اليد والطايره والسله، وهتتنقل فيها ملعب الخماسي. وان شاء الله مستقبلا المرحله الثانيه يبقى في السكواش والجمباز برضو زي ما عودنا الناس في مدينه نصر. فالمنطقه دي كلها اللي هي عند الجامع ورا بالظبط، دي كلها هتبقى كلها منطقه رياضيه في جميع الالعاب تقريبا بالظبط. والجراج هيجي على مساحه ال 33,000 متر، هيسعي حوالي 1000 سياره. فده يعني ده احنا برضو لما الدراسه عملناها في مدينه نصر الماكسيمم، يعني لما بيبقى الدنيا هناك زحمه جدا بره وجوه بيبقى حوالي مثلا 1200 عربيه 1000. فانت محكوم برضو بمساحه طبعا، يعني هو ال 30,000 دول اخرك هناك يعني. فاحنا ويعني عشان الديزاين بتاع الجراج فال 30,000 دول يشيلوا تقريبا 1000 عربيه كتير على دور مسطح واحد. اوكي، انت برضو يعني عملت ده برضو لان انت عشان هتعمل كذا دور وتنزل تحت ارض دي هتبقى 10 اضعاف. صحيح، هو الجراج دورين يعني لا دور واحد، دور واحد مسطح. فهيخدم يعني انت بتخدمي الاعضاء بافضل سعه ممكنه واقل تكلفة برضو ممكنة على النادي الأهلي، لأن احنا لو عملنا مثلا دوار تحت بعشر أضعاف الرقم اللي احنا صحيح حطيتوه بالظبط. فاحنا انا برضو يعني عشان في حتة الموافقات دي انا
بتك عليها كتير وبقولها كتير يعني بصراحه كابتن محمود الخطيب يعني ساعة. يعني عمل في لا يعني عمل بصراحه في 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 الملف ده بالذات يعني مش ملف الجراش يعني في ملف الموافقات ده حاجات التصريح يعني يا دكتور يعني بتقصد ايه الموافقات الموافقات التصريح بقى الهندسيه وموافقات من جهات معنيه يبقى في موافقات من جهات معنيه كتير عشان ان تاخدي موافقه ان انت تبني جراش جديد او تغيري البوابات او تغيري الاسوار او تعملي الحاجات دي كلها جوه النادي ما بتبقاش بسهوله يعني الناس ممكن تبقى متخيله اللي هو طب يلا نخش نبني كذا ف الناس بتتخيل انه في يوم عشان ده جوه النادي فهنبني لا في موافقات وفي حاجات بتبقى صعبه بدليل ان هو الجراش احنا من سنه 95 فعلا سنه 95 يعني هو مطلب يعني ده جماهيري يعني طبعا 25 سنه صعب قوي فعلا شوف من 95 لدلوقتي أيوة. زدنا كام التعداد السكاني كام النهارده وده مش تقصير ابدا من مجالس السابقه بالعكس كله كان بيسعى انه يعمله وكله كان بيسعى انه الموافقات دي لكن هو بصراحه الحمد لله يعني انه كان التوفيق معانا ان احنا قدرنا نخلص الموافقات دي ويعني حابب فعلا اشكر كابتن محمود ان هو بيشرف على الكلام ده كله بنفسه بيتابع الحاجات دي كلها بنفسه ف يعني بصراحه ده يعتبر انجاز كويس جدا للمجلس موضوع الجراش وباذن الله يعني في خلال 6 شهور من دلوقتي ان شاء الله شهر مايو ان شاء الله الجراش ده جاهز والناس تقدر تستخدمه في 5 اللي جاي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله.